هيئة ARC أو لوسو غابيي African Relief Committee أو وكيلكا هيئة الرحمة العالمية إفلديجيد يهي بلكا سكويت هيا وحاي مساجد كهير جليين ديغان كاباسي إكاترسان دقما دبون إيه قبل كاسي سلال مساجد كنا يا لوغو مقع دراي براء بن عازب رضي الله عنه مشروعنا يا نقونا يا كيسة دحية ثمانات يا هيدو كهير جليسو قودة هام با ديغانا دا سومالي لان انتو دا بدن وحاي لسان مساجدو مدرسدو يا قوبا كالي مساجد كنا لغا فري ديغان كاباسي يا نقونا يا كيغو هرية اي نو عيسى اي لو فليو دادكا ديغان كاسي هيا شباهي دا مساجد اي داد كاسي قبين وايا دي هورا اهد اي اي اوينايد بلسا ماان تا مساجد اي لو هرقلي اي اي دونا سلاة دي چمعاها سوين لوغو عمري لوغو نتوكدي مساجد كا ديغان كاباسي اي دقمد بون هوس تمادا وغو هرين تيبا واحال كاسي كهدلي دادكا ديغان كاسي اوكا ورمي اي كهر هالكي اي سلاة دكو اوغي چرين انتا عن المساجد كلين لوليسين واحا كل تكالا انا جيدا الوسطة كجر راي اوام جيدا كاسم احنا كتكالا انا مركو غور راي مركي او كيات كان كواس تكالا انا الوسطة حالي واحا سمينا قرية يارو حرل او سيدانو كلا ايا سمي سلي مركي حيقا روبلا نوي مدر روبلا كل كون ناركا وحن لو دول لو كان كتل هال كتل حبدود او سبرو لو كان مركا وا سميسنا انغنا اي نغا اريسه دبي شهريري نغا غليسي اي نغا سو غليسي اي جاجور كنا ساسا اسكو دول دغنو مركا سي نغا اريسه دبي شي دبي تانا و خو دلاي كان قروخ بدل لو لهي نو كان اي نغو نو سو داداشي الدنيا دا يا اخرنا كي و راكسنا ويين انغنا الهي واحد نو بريدين inu ilaahay nagu asturo masaajidka munaasabad la isugu yimiday geed hoostii oo ku yaala deegaanka abase isla mar ahaantaasina ay soo buux dhaafiyeen odayaasha cuqaasha waxgaradka aqoonyahanka iyo salaadiinta deegaankaasi ayaa waxay ahayd mid masaajidkani si weyn loogu faraxsanaa furitaankiisa mas-uuliyiinta ka socotay labadan hay'adood ee masaajidkani hirgeliyey ayaa iyagu dadka halkaasi kula hadlay بنينا هذا المسجد والله حب فيكم والله حب فيكم ونتمنى إن شاء الله أن يكون إن شاء الله هذا المسجد بادرة خير بين لكم وإن شاء الله نبني إن شاء الله بعد أكثر ونبني مدارس ونبني إن شاء الله لكم أبار ونبني نحاول في كل المستطاع أن نبني لكم كل حاجة ونشكر الأخ أبو أحمد أيضا ونشكر الأخوان كلهم جميعا ونشكر الأخوان كلهم جميعا وشكرا مساج كاين وباهي هاي ماشي منكو قليل ها iy meeshii quraanka lagu dhiilaabayna u baahan yahay waxa kale ee sanqaafka iyo biyaha iyo waxa malaha inaga qabsan karna laakiin imaamka iyo in meeshii ay noqoto meel wax lagu dhigayo quraani waa mas'uuliyad adag marka inta waan ka codsan doonaa dilaar waxa weeyaan intii la soo baxday maalkooda maanta daafta quraanka ay ku tagay noor istaan in loo duceeyo ilaahu naxariiso ilaahu naqbal ilaahu qadaro naxariiso سلطان حسن حدي بادي عاقل روبل حسن وعيس يسدو كل مسؤولين تقلي ديغانا داسي ايا ايا قلنا ماذا شاسي مهد علينك سوى شهدي اي ريكو ويد ان شاء الله وقوال كلا نواني ديكس ويدنا وعلى ربيا قول كلا ينادو تهدي مساجد كي نورستان مدرسة دانا اي نو سمعيان امام كي يو هدي على نهدو مؤدي كنا يعدي هالكا مدرسة دا ودقي لهايدنا اي نو حل قادان وحلا هاي وربيا اي نغا سويسانين بيا لفتودا قرادة الدبادة إيو إنت إن هل كندك كل قواري واقع عركي نود داي نور ناعو واسو جيدا كرنا إنتا هذا ينقع ويانا خير لقدر لكن حركة إنتا هاي نقع قادان ما الدرسة داها وصدح مقصين ميراها نقطة إيو إنتا الدير كمساجد كير لقو سوري جيني أيدا يد ميراها كدو ويسا وقت تجي إلى هاي قدري أيو مسكيت كان يبوي يبين كان إيو كوا كلابا waanu qeyliyeena kanuun ma ahayn kan iyo kuwa kale oo badanba waanu qeyliyeena in badan ba run ahaantii dhisantay ama Cabdul Qaa ku weydo hadhisto ama qolaha kale hadhiste een maanta uu dhismay insha Allah waana ka halka ka taagan waana run uu nagu soo wareegay insha Allah waxaan rajaynayaa boon iyo abasaba inay dayac inay muxuu ha dayac tirkiisa iyo nadiifintiisa iyo wanaagiisa
inay xilkaas anaguna aan qaadnay beeshuna qaadi doono sultaankuna qaadi doono aniguna qaadi doono iyo dadka kale masuuliyiintiiba inay naga asturaan oo ay maxay xilka ayaguna ka soo baxaan ma insha Allah rajaynayna runtii masajka noo sameeyay aad iyo aad buu maasan yihiin inaga waxa nagu waajib waliba dadka halkan degan inuu masajka ay xujay nagu noqonin masajkaasi waa in la camiro in masajka la camiro oo lagu dadaalo markasta in la yimaado amraadna waxa keensanaysa in lagu tukado iyo nadaafadiisa la ilaaliyo ay noogu deeqay miskiidka miskiid horta raal cadiisa si loo helay way badway way adagtay haddana marka la helo dayactirkiisa wax walba ka waxaysan hadii labaanta la noo dhisay baricid ku tuka weydo ama way naga dayacmo waxa way xaq ilaahay duruubay naga socota waxa ku dardaarbaya horta miskiidka in la camiro way camiraan beesha abase waan laga dhigay sidii iskuulka la isku tuurtuuray barigi wa baytullaah ilaahay bay nagu eegaraya ka hadaynu camirro magaaladaas qaryad jirtay noqon doonta hoyna wada facda xaqiiqada marka laga hadlo hadaan ilaahay ku qadarinay laba helo qaryadaas ay noogu keenteen maanta 100 baan mahad baan iniga celinayna ilaahay baa mahadle mahad baad leedihiin waan nigu soo dhaweynayna waan nigu mahadnaqayna si kastaba ha ahaatee maanta oo jimca ayaa masaajidka albaabada loo furay salaadii jimcahana halkaas waxa ku tukaday dadweynaha deegaanka Abashe.